إن شاء الله راح نتكلم عن أمراض معينة تهدد بعض الأمراض التي قد يعاني منها الكبار في السن مثل السكري وأمراض القلب أو السرطان، سلامة صحة فمهم وأسنانهم. لذلك فإنه من الضروري جدا أن يخبر المريض طبيب أسنانه بما يعانيه من أمراض عضوية حتى يستطيع الطبيب يعني أن يلم بكل جوانب الحالة التي يعني يعالجها، وبالتالي توفير كل ما يلزم يعني من وسائل علاجية لها، من علاجات خاصة للأمراض، وتحويل المريض إلى تخصصات أخرى، إلى من الطبيب العام إلى الطبيب الخاص. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.